حط رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رحاله بالعاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة تعد الثانية منذ توليه رئاسة الحكومة الانتقالية، زيارة تعكس حجم الاهتمام المتبادل بين قيادتي البلدين في تطوير علاقات التعاون المشترك، وتمثل زيارة ضربة البداية لبحث جدي في الملفات الاقتصادية والأمنية والعسكرية المشتركة وتطلعات البلدين في الارتقاء بالعلاقات لآفاق أرحب، وذلك بعد حقبة البشير الذي شهدت العلاقات في عهده تأرجحا بسبب اللعب على حبال التحالفات الإقليمية والدولية. زيارة حمدوك رفقة عدد من الوزراء تدل على حجم التعاون المنشود بين البلدين، خاصة أنها تأتي بعيد زيارة وزير الخارجية السعودي إلى الخرطوم في ديسمبر الماضي وزيارة وزير الدولة بالخارجية السعودي قبل أسابيع. فما هي فوائد الخرطوم التي ترجوها في هذا التعاون؟ وما الذي تتطلع إليه المملكة من حليفها الجديد القديم في المنطقة؟ أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من دائرة الحدث بعنوان الخرطوم والرياض، ملفات مشتركة على طاولة الحوار. أسعد جدا أن نناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة مع ضيفي داخل الاستوديو الأستاذ سنهوري عيسى الصحفي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بالسادة المشاهدين. أيضا نرحب بضيفي عبر الهاتف السفير عبد الحافظ إبراهيم الدبلوماسي بوزارة الخارجية والسفير المعروف. أهلا ومرحبا بك. عليكم السلام. والله أنا الحقيقة سفير أسبق في المملكة العربية السعودية. نعم، سفير السودان سابقا في المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بك سيد السفير، ودعنا نبدأ من هذه النقطة بالتحديد، يعني زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في ديسمبر الماضي إلى الخرطوم، وكذلك زيارة وزير الدولة بالخارجية، والآن زيارة رئيس الوزراء رفقة عدد من الوزراء إلى المملكة العربية السعودية في زيارة هي الثانية منذ هذه الفترة الانتقالية. يعني ما الذي تعنيه هذه الزيارات، وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الزيارة هي تتويج لكل هذا التقارب بين الخرطوم والرياض في الفترة الماضية؟ فعلا مثل ما تفضلت، مثل هذه الزيارات ما هي إلا دليل واضح على عمق العلاقة مع المملكة، وما هي إلا ترسيخ للصلة التاريخية بين البلدين. وكما هو معروف أهمية العلاقة مع المملكة تستند على عدة أبعاد، في البعد التاريخي وفي التواصل الشعبي بين البلدين. ومعروف أنه يوجد في المملكة العربية السعودية جالية لا يستهان بها، وحقيقة لدينا كوكب متميزة في المهنة الطبية والهندسية والاقتصاد والزراعة، مجالات مختلفة، ولا بد حقيقة أن يكونوا ساهموا مساهمة فعالة في تنمية المملكة العربية السعودية. فحقيقة كما ذكرت هذه الزيارات مهمة جدا للتشاور والتنسيق والنظر في كيفية تدعيم العلاقات لمصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين إن شاء الله. وحقيقة الإطار
الذي يحكم العلاقة بين البلدين لكي يتم التنسيق دائما والتشاور. يوجد هنالك لجان مشتركة، فانعقدت عدة لجان مشتركة بين البلدين وبحثت يعني في كيفية تعزيز هذه العلاقات، وإن شاء الله في سياق هذا اللقاء نفصل أكثر في هذا المجال. نعم، يعني سيد السفير، يبدو الملف الاقتصادي هو الأبرز في هذه الزيارة وفي أجندة الزيارة بوجود وزراء للقطاع الاقتصادي في عدة نواحي. يعني إلى أي مدى يمكن أن يلعب دور الاقتصاد عاملا مهما في تقريب الخرطوم والرياض أكثر وأكثر إلى علاقة استراتيجية؟ فعلا هو الحقيقة يعني دائما تنمية المصالح المشتركة يعني بيكون ترتكز على عدة أبعاد، وهنالك أدوات لتفعيل وترغية هذه العلاقات. فإذا نظرنا إلى المملكة العربية ودورها في المنطقة عربيا وإسلاميا، يحتم على السودان أن ينسق ويتشاور مع المملكة، وكمان بالمقابل يوجد إمكانات هائلة متوفرة في السودان، والمملكة عندها استراتيجية واضحة جدا للاستثمار في الخارج، ذلك لتوفير الأمن الغذائي لما تعرضت له من ظروف مناخية أدت إلى انتهاج هذه الاستراتيجية. والسودان بحكم قربه للمملكة العربية السعودية يجد ميزة على الدول الأخرى في جذب هذه الاستثمارات، وشهد السودان حقيقة استثمارات عديدة للمملكة في داخل السودان. وفي هذا الإطار لابد أن أنوه إلى ضرورة أن يتهيأ وتتهيأ البيئة الاستثمارية في السودان لكي تكون جاذبة ومنافسة لكي تغري هذه الاستثمارات السعودية لكي تأتي إلى السودان. نعم. وإذا نظرنا حقيقة في السنوات الماضية شهد السودان حقيقة عديد من الاستثمارات في لعدد من رجال الأعمال السعوديين، ولا بد في هذا الإطار أن نتحدث عن مبادرات جهاز السودان للاستثمار في كيفية تهيئة هذا المناخ لكي يكون جاذبا، وضرورة الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة. نعم، طيب ابقى معنا سيد السفير. أذهب إلى ضيفي داخل الاستوديو أستاذ سنهوري. يعني وصفت العلاقة بأنها قد شهدت تأرجحا في الفترة الماضية في أواخر حكم البشير، وعلى المستوى الشعبي هناك استقرار كبير في مستوى العلاقات بين شعبي المملكة والسودان، لكن هل ما تم من زيارات في الفترة الماضية كاف لتهيئة الأجواء وعودة العلاقة إلى المتانة المعهودة؟ طبعا العلاقات تأثرت باستقطاب المحاور، والحكومة السابقة كانت في سياستها وتوجهاتها الخارجية أنها دارت تنعى بنفسها أنها تطير نفسها في أي محور، هل المحور السعودي الإماراتي ولا المحور القطري، وبالتالي كان في تأرجح يعني. وحتى كل وزراء الخارجية ومفهوم السفر كان هناك بيأكدوا أن السودان ما دار يطير نفسه في محور. وبعد ذهاب النظام السابق ظلت السياسة نفس التوجه، أنه وزير الدولة حتى السابق كان بيتكدس يعني انه السودان ما داير يخش في محاور، وبالتالي هو من حقه يعمل علاقات مفتوحه مع السعوديه والامارات، ويعمل كذلك علاقات مع قطر. ولكن الان بعد عوده اللحمه بين دول الخليج وعوده قطر لمحيط الخليجي بدا في تحسن اكثر في السياسه الخارجيه في شكلها الجديد، في انه الان البلدين ما في حواجز بتاعت محاور، وبالتالي يمكن للسودان انه يغير في طريقه تعامله مع كل دول الخليج بشكل اكبر ويحقق مصالحه، لانه العلاقات الخارجيه تقام على تعزيز المصالح. وبالتالي افتكر انه ما بدا من زيارات في الفتره الفائته ما بتساوي حجم العلاقات بين البلدين، لكن مخافه الاستقطاب كان هو فيها تاثير شويه،
والان يعني توجه رئيس الوزراء معه بعض الوزراء في القطاع الاقتصادي بأكد انه السودان حدد مصالحه في انه هو محتاج شنو من المملكه، وممكن يدفع بما يحتاجه في اطار المباحثات المشتركه اللي بدت بين الوفدين او بين الجانبين، وبالتالي ممكن السودان يحدد مصالحه اللي دايره من المملكه، وكذلك المملكه برضه بتكون عندها مصالح واضحه يقدر تصليها. انا بفتكر انه ما بني عليه من علاقات ازليه، وساعه السفير كان له دور كبير فيها، يعني احنا من حي ومن هنا كان له دور كبير فيها، وفي مشروعات استراتيجيه جدا تم التوقيع عليها، خاصه الاستفاده من خزان علي عطبره وستيت بغامه مشروع زراعي يعني مساحته تعادل نصف مساحه مشروع الجزيره اللي هي مليون فدان مروية ري انسيابي، وتم التوقيع بين السودان والمملكة عليها، والسعودية عندها حق الامتياز في أنها تستثمر لمدة 99 عام، وحتى الاتفاق وجدت من البرلمان السوداني، ولكن تعسر تنفيذ هذا الاتفاق. أنا أفتكر أنه المباحثات دي المفروض تحرك هذا الملف الساكن في مجال الاستثمار الزراعي السعودي، وخاصة مشروع قيام مشروع زراعي في علي عطبره وستيت وشق القناة اللي ممكن تولد برضو كهرباء وتعمل استقرار وتنقل حياة جديدة لإنسان الشرق الذي تأثر يعني بالفترة الفايتة، ويعود في استقرار هناك، وبكون في استثمار زراعي بعد ذاك قطاع خدمات، بكون في قطاع النقل، بكون في قطاع الكهرباء، وأيضا بتجي صناعات تحويلية. فالمملكة يعني كانت المبادرة بتاعت الملك عبد الله رحمه الله هو غايمة على الاتجاه استغلال موارد السودان الزراعية والاستفادة من السدود الأنشاء، وبالتالي الحكومة طرحت عبر الجامعة العربية مشروعات لتأمين الغذاء العربي، وتطورت في مبادرة الملك عبد الله بن سعود رحمه الله في أنه يستثمر في السودان، والحكومة على ضوها السابقة منحت السعودية هذا الحق، وأفتكر أنه الحق ده المفروض الآن يتحرك، لأنه السودان محتاج لين يستفيد من موارده المائية، ويحتاج أرض يستفيد من أراضيه، ومحتاج أنه ينشي بنيات تحتية جديدة، ويحتاج يخلق حياة لأجيال جديدة في أنها تعيش وتستقر في حياة كريمة. نعم. طيب السيد السفير، يعني سبق وأن استضافت نهاية العام الماضي الرياض مؤتمر دعم السلام في السودان، وتحركات مختلفة نشهدها منذ التغيير الذي حدث في السودان من قبل المملكة العربية السعودية. ما الذي تراه المملكة في السودان وربما يكون هو محفزا ودافعا لهذا التعاون المشترك المنشود؟ مما لا شك فيه أن المملكة تنظر إلى السودان كدولة شقيقة ودولة مهمة باعتبار القرب الجغرافي، وباعتبار أن السودان تربط مع المملكة يعني علاقات وشائج، وزي ما تفضلت يعني في بعد عاطفي وروحي، كون أن المملكة هي مهبط الوحي وهي قبلة المسلمين. وبالتالي أنا أرى بأن المملكة تضع السودان في سلم أولويات الدول التي ترى ضرورة تعزيز وتقوية هذه العلاقات معها، وبالتالي بهمة كثير جدا أن السودان يكون مستقر وآمن، أنه أي زعزعة بأمن واستقرار السودان بينعكس سلبا على المملكة العربية السعودية، لا شك في ذلك. وهذا يقودنا حقيقة إلى 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 التعاون القائم في مسألة أمن البحر الأحمر، وكما تعلم فإن هنالك تطور في مسألة هذا التعاون، وتكون مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وبهذه المناسبة فقد وقعت عدد من الدول على هذا المجلس، على إنشاء هذا المجلس، وصادقت خمس دول ما عدا السودان وجيبوتي والصومال. وطبعا معروف أنه تأخر المصادقة نتيجة لعدم وجود البرلمان بالذات بالنسبة للسودان لم يتشكل بعد، ولذلك أرى أن في أول فرصة سيوقع السودان على سيصادق السودان على هذا الاتفاق. وحقيقة المملكة تنظر إلى السودان باعتبار أن القرب الجغرافي سيكون ميزة استراتيجية بالنسبة لتوفير
الاستثمارات الملائمة لكي تستغل السودان كما تفضل الأخ سنهوري قبل قليل، كأن هنالك اتفاقية حديثة مهمة جدا وأنا كنت أود أن أشير إليها، تم توقيعها قبل أكثر من 4 سنوات. فهذه الاتفاقية ضرورة جدا، من الضرورة أن يتم النظر في المعوقات التي أدت إلى تعثر هذا المشروع. هذه الاتفاقية وقعت لاستغلال منطقة سيتيت في حدود 1 مليون فدان، وهذه كفيلة حقيقة بأن توفر احتياجات مهمة جدا بالنسبة للمملكة في الأمن الغذائي، وفي المقابل أيضا انطلاق من المصلحة المتبادلة والمنفعة المتبادلة، توفر للسودان أيضا من الصادرات التي ستأتي من هذا الاستثمار ما يحتاجه في سد الفجوة في الميزان التجاري. وبالتالي أنا أرى واحد من الملفات المهمة التي يتوجب النظر في التعرف على أسباب هذه المعوقات لتذليلها إن شاء الله. نعم. أيضا هنالك تعاون أيضا في مجال ثروات البحر الأحمر واستغلال هذه الثروات، وحقيقة أيضا وقعت اتفاقية، ولكن أيضا هذا التعاون واجه بعض العثرات، فدي كلها ملفات مهمة جدا أن الناس يحاولوا يحركوها. نعم. بحيث أنه ينظروا في كيفية تذليل هذه الصعوبات. طيب أستاذ سنهوري، يعني على المستوى السياسي في العلاقات بين الخرطوم والرياض، السودان عضو فاعل في التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، ووقف وساند المملكة العربية السعودية في هذا الملف تحديدا، وربما قادت بالمقابل المملكة جهودا رفقة الإمارات لدعم خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الآن هناك ملفات مختلفة على المستوى السياسي يمكن أن تدار بهذه الطريقة وتبادل الدعم. أمن البحر الأحمر هو بالتأكيد الشغل الشاغل للمملكة العربية السعودية، وفي المقابل يمكن أن تكون هناك ملفات كإعفاء السودان من ديونه، وكذلك تفاصيل مختلفة على المستوى السياسي. ما هي الأطروحات التي يمكن للبلدين أن يعملا خلالها على تعزيز تبادل الدعم على المستوى السياسي؟ أنا أفتكر أنه أهم ملف يعني سياسي الآن مفروض تطرح الحكومة غير التي تفضلت بها، هو ملف دعم السلام، لأنه السلام الوقع في جوبا هش يعني، وما وجد سند دولي ودعم له زي ما حصل في سلام نيفاشا. والصرف على السلام معروف يعني في دمج القوات وتسريحها، وفي الوفاء بتعويض المتضررين وعودة النازحين وتوطينهم، وكذلك في الصرف على بنيات التنمية لغرتها والتعويضات اللي دعم نصت عليها كلها اتفاقية جوبا. وده أفتكر أنه يعني تحدي للحكومة مفروض تلتزم به، وفي ظل هي عدم ما عندها موارد إمكانيات محلية وما في سند دولي كان واضح في أنه يعني يتم شنو. وبالتالي أفتكر أنه الزيارة دي يعني مفروض تركز على دور المملكة في دعم السلام في السودان. نعم. إذن هو دعم سياسي اقتصادي، لكن أستاذ سنهور يعني ملف السلام ذاته هو يعني الوضع في السودان هش، وتعرف أنه حتى الملف في مسار الشرق الآن ما زال في تعسر يعني. في إطار العلاقات بين الخرطوم والرياض، ينظر البعض إلى أن العلاقة تحتاج إلى الانتقال من مربع الدعم السياسي أو الاقتصادي للسودان لشراكة بين الخرطوم والرياض. هل وصلت العلاقات إلى هذه المرحلة أم أن السودان يحتاج لمزيد من المجهودات في هذا الصدد؟ لا، هي في شراكة، لأنه الشراكة يعني التاريخ طول التاريخ السودان السياسي تاريخ 64 سنة اللي عقبت الاستغلال، وحتى الآن في شراكة سياسية واستراتيجية بين السودان. وأول يعني ما بدأت يعني بشكل كان واضح في عهد الأزهري، و أنا أذكر وقتها كان الراحل عز الدين السيد كان وزير الصناعة ومعادن، هو أول من وضع أساس للتعاون الاستراتيجي بين السودان والمملكة، وأنشأت شركة لبحث عن كنوز السودان، والكلام ده حدث في سنة 1966 تحديدا. أول وزارة أنشأت للمعادن، وأسسها وزارة المعادن والصناعة أسسها الأسهري، وكان الراحل عز الدين السيد هو وزير للمعادن والصناعة،
واول من انشا الشركه دي كان وقتها يعني 50 مليون دولار دي راس مال الشركه في البحث عن كنوز البحر والتعاون الاستراتيجي ما بين المملكه والسودان. من بعد بني عليه الارث اللي تحدث عنه سعاده السفير السيء انه في اتفاقيات وقعت لكيفيه استغلال المشترك لموارد البحر الاحمر، وبالتالي في ده تعاون استراتيجي خلاف الامن البحر الاحمر وخلاف للتعاون في المحافل الدوليه بين السودان والمملكة، والدعم السياسي برضو اللي تعرضت له الدعم السياسي اللي قدمته الحكومة ودخولها في تحالف الدعم الشرعية في اليمن، والدعم اللي بتقدمه الآن المملكة للسودان سواء كان في رفع اسم السودان من غطاء الإرهاب أو الدعم لإعفاء ديونه. لكن أفتكر أنه الآن أهم دعم يحتاج السودان هو تثبيت السلام، ولأنه السلام والوضع الآن يحتاج للصرف وتعسر، والآن الوسيط بتاع جوا بيتحدث في أنه ما ماشي بنفس الإيقاع لأنه محتاج صرف ومحتاج قروش. فأنا أفتكر الزيارة دي لو حضرت لدور دعم المملكة على المؤتمر الممكن يعقد في باريس في الشهر اللي قادم بيكون وجد دعم عربي على الدعم البيجي من الشركاء والأصدقاء، يكون موجه لما نصد عليه اتفاقيات السلام في كيف يتم، لأنه الانفتاح والتوسع والاستقرار والتوسع حصل في الاقتصاد في السودان جاء من 2005 لعند 2011 اللي هي فترة السلام. فإحنا الآن بدأنا سلام برضو مفروض محتاج لدعم دولي ومحتاج لدعم إقليمي ومحتاج لدعم من الشركاء، والمملكة من أقرب الشركاء لنا وغير هي دعم الاقتصادي والعلاقات الممكن الفرص الممكن الاستثمارية تتوقع ما بين السودان والمملكة، أيضا يكون في دعم واضح لتثبيت السلام حتى لا ينفلت الوضع. والآن خرطوم يعني بدت تشهد بوكير تنفيذ السلام، معظم القوات النص على اتفاقية السلام بدأت تخش الخرطوم ومحتاجة لترتيبات لوضعها ولدمجها ولتهيئة البيئة لها في أنها تمارس دورها في تنفيذ الاتفاق. فده شيء مطلوب، والحكومة بإمكانياتها الحالية صعب جدا هي تصرف وحدها على السلام. نعم نعم، في إطار التحديات السياسية والنقاط السياسية في هذه العلاقة، السيد السفير، بور سودان وميناء بور سودان الآن هو نقطة جاذبة ومحل استقطاب ما بين المعسكرين الروسي والأمريكي، أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها إحدى الدول المشاطئة والمطلة على البحر الأحمر من هذا الملف، وكيف يمكن أن تنسق مع دور السودان في هذا الملف؟ حقيقة كما ذكرت قبل قليل فهناك إطار يحكم يعني التعاون في بين الدول المطلة على البحر الأحمر، فزي ما ذكرت أنه تكون مجلس الدول العربية والإفريقية، ولكن المجلس في انتظار عقد قمة، ولكن هذه القمة متوقفة على 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 التوقيت المناسب لظروف جائحة الكورونا، وبالتالي في أقرب فرصة ممكنة عندما يتكون هذا المجلس، والمجلس هذا بيبقى مجلس كبير جدا لأنه فيه توجهات اقتصادية وفيه توجهات سياسية وفيه توجهات عسكرية وكذا، والسودان بحكم أنه هو عضو في هذا المجلس فبيكون محكوم بأطر التعاون القائمة، لكن لا بأس في من خلال العلاقات التي بدأت تتعزز مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كما هو معروف يعني البحر الأحمر بيبقى منطقة هامة جدا لعدد كثير عدد كبير كثير من الدول بما فيها إسرائيل نفسها، وبالتالي لابد أن يكون هنالك تنسيق بين الدول المطلة لأنه أمنها مهم جدا، ولا بد ان تنسق فيما بينها كيف تحمي امنها من خلال هذا التعاون في 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 المجلس الذي تم تكوينه. وعلى فكره هو رئاسه المجلس حاليا عند المملكه العربيه السعوديه، وانا اتوقع باعتبار ان هذه الدول لا راس ان اذكرها كلها اللي هي بالإضافة للسودان وجيبوتي والصومال توجد مصر والأردن وجيبوتي والصومال والسعودية، فهذه الدول كلها الخمس دول دي وقعت أو صادقت على الاتفاق
وفي انتظار ثلاث دول، لكن هذا لا يمنع من أنه المجلس يكون أخذ الشرعية باعتبار أن هنالك خمس دول صادقت عليه. عموما أنا أتوقع أن يكون هنالك تنسيق شامل بين هذه الدول المطلة، وهنالك حرص على تعزيز هذا التعاون كما ذكرت لك لأهمية هذه المنطقة وأهمية حمايتها، خاصة أنه شهدت في الأعوام السابقة يعني بعض التفلتات الأمنية وبعض القرصنة اللي حصلت في تأمين التجارة للسفن التي تحمل الناقلة للنفط، وهذه طبعا فيها مصالح ليس للدول المطلة فقط ولكن لمصلحة لعدد من الدول الأوروبية التي تعتمد على صادرات النفط من السعودية. وحقيقة هذا يقودني أيضا إلى الإطار الثنائي، لأن المملكة تنظر حقيقة لشاطئ البحر الأحمر، لأنه هو قريب جدا من المناطق المتاخمة للمملكة، وبالتالي لا بد أن السودان يكون في استطاعته أن يحمي بعض التفلتات المتعلقة بتحريب البشر والمتعلقة بتحريب المخدرات وتخريب الأسلحة، لأن ذلك سينعكس سلبا ويكون في تهديد على أمن المملكة العربية السعودية. ولذلك كان هنالك بجانب الثنائي تعاون كبير جدا ودعمت المملكة السودان، خاصة كانت هناك شهدت عدد من الاجتماعات في كيفية الحد من هذه الظاهرة. نعم. طيب أستاذ سنهوري، يعني في إطار القضايا التي تهم السودان الآن والتحديات الماثلة أمام السودان، ما الذي يمكن أن تقدمه السعودية ولو كان على سبيل الدعم السياسي أو على مستوى التشاور بين البلدين فيما يخص التحديات التي تواجه السودان، التوترات الحدودية مع إثيوبيا وكذلك الأمن المائي العربي في هذا الإطار ما يخص ملف سد النهضة؟ هي طبعا السعودية متابعة ملف الأمن المائي بشكل كبير، وهي بتسعى لأنها تستفيد من الموارد المائية للسودان، لأنه السعودية الآن بتحافظ على المخزونات المياه الجوفية ما تتأثر، وبالتالي بتسعى لأنها تستثمر في البلدان اللي عندها موارد مائية سواء كان السودان ولا مصر أو دول أخرى، على أساس هي تحافظ على ثرواتها المائية داخل باطن الأرض. وبالتالي هي كانت جزء من تابعوا ملف سد النهضة وملف التعاون في دول حوض النيل بشكل كبير. الآن التوتر يعني بين السودان وأثيوبيا، كنت يعني كثير من الدول تقدمت بطروحاتها في احتوائه سواء كان في النزاع بتاع الفشقة أو في نزاع سد النهضة، على أساس أنه يتم، وأيضا في الآلية الدولية اللي بدأت من عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي مع البنك الدولي قدرت تنقل العلاقات لوضع معين. لكن الآن التوتر السياسي المستفيد منه يعني ليست السودان ولا مصر، وإنما مستفيد منه أثيوبيا، لأن أثيوبيا يعني قدامها شهر بعد ممكن تبدأ الملء الثاني الأحادي من غير يكون فيه اتفاق، وبالتالي ممكن تربك حسابات السودان ومصر دولتي المصب. طالما في توتر سياسي بيناتهم هي ممكن تستغله، والآن أثيوبيا في فكرتها صد النهضة كله بتلعب عليه عامل الزمن في إنها فرضت واقع السد كجسم يتبنى، الآن السد بدأ يتخزن، بعد شوية حيبدأ التوليد الكهربائي، وبالتالي بكون هي دخلت في تنفيذ السد وتشغيله دون أي اتفاقيات، ولا اتفاقيات في التخزين والمل، ولا اتفاقيات في التشغيل والأوبريشن، ولا حتى اتفاقيات في التأثيرات المناخية والبيئية اللي ممكن تترتب عليه. ودي ثلاثة محاور اللي أصلا أصبحت يعني محل تفاوض وما وصل فيها أي اتفاق منذ أن وقع الاتفاق الإطاري للتعاون بالخرطوم هنا بين دي سالين والسيسي والرئيس البشير يعني، وحتى الآن الملف ده بظل في إطاره الإطاري فقط. وبالتالي الثلاثة ملفات دي أثيوبيا بتلعب فيها عامل الزمن، تستفيد من عامل الزمن هي تفرض واقع، وده ما حصل الآن. وأنا لا أعتقد أنه
كل الآليات الآن طرحت، أو الشركاء أو الأصدقاء أو الذين تبادروا مبادرات في أنه نقنع أثيوبيا من توجهها والتكتيكة اللي هي شغالة به. وأيضا السودان بنظر ليست لصد النهضة، بنظر لاستردار أراضيه وتحقيق أمنه وهيبته على حدوده، وبالتالي ده بكون الأولوية فيه الآن عمل عسكري واضح يعني، والسودان مسيطر فيه. وباب التفاوض هو بيبحث عن وسطاء يعيدوا الناس لملف التفاوض، لكن أثيوبيا حتظل متعنتة إلى أن تتجاوز مرحلة الملأ الثاني، وبعد ذاك يكون وضعها استقر نسبيا. المحتاج الآن فيه السودان عشان يتفادى صد النهضة ليست العودة في التفاوض مع أثيوبيا، وإنما التحوط لفترة التحريق اللي ممكن تحصل في الثلاث أشهر الجاية نتيجة للبدء السد. إذا بدأت أثيوبيا تملي الملأ الأحادي حيكون في فترة تحريق هنا في السودان، وبتقل الموية، بتأثر على الكهرباء، تأثر على زراعة بداية الموسم الصيفي في المشاريع المروية القومية. بالتالي إحنا هنا محتاجين للحصول على معلومات بوسائل مختلفة، ودل الآن اللي قدرت نجحت في وزارة الري وكشفت الملأ الأول الأحادي اللي طبقته أثيوبيا، لأنه قياس المياه من ود الحليو هناك في الحدود مع أثيوبيا وحتى يصل لآخر نقطة قياس منها ومصر. متابعات وزارة الري اليومية كشفت أن أثيوبيا بدأت تملي ملأ أحادي. الآن برضو القراءات المتابعة وزارة الري بتخليها تتحسب لأنه أي اتجاه أحادي للملأ الثاني من أثيوبيا وكيف تتحوط له، جايز يكون التشغيل كان فيه مشكله وده خلى الفيضانات. طيب. الان يعني حاصله الدعم في هذا الملف كيف يمكن ان يكون؟ انه ما افتكر انه الدعم من المملكه ولا من الامم المتحده ولا من اي اتحاد افريقي ممكن يغير التكتيك الاثيوبي الان في الوضع الحالي. المطلوب من الحكومه السودانيه الان كيف تقدر تصل لقراءات تشغيل السدود الاثيوبيه، وكيف تصل المويه، وكيف تقدر تشغل الخزانات اللي هنا وتتحوط لفتره التحريق. انا افتكر انها حتحصل شينا وأبناء. طيب سيد السفير، قبل أن نركز أخيرا على النقاط الاقتصادية، يعني في إطار تبادل وجهات النظر وتنسيق بين البلدين، بالتأكيد هناك قضايا محل اهتمام مشترك بين البلدين، خاصة القضايا العربية، القضية الفلسطينية، وكذلك الوضع في اليمن الذي يشارك فيه البلدان، وكذلك ملفات سوريا وليبيا، وكما ذكرنا اليمن. إلى أي مدى هناك تطابق في وجهات النظر ربما يدفع العلاقة الاستراتيجية بين الخرطوم والرياض في مقبل الأيام؟ سؤال موجه لشخصي. نعم، موجه إليك سيد سفير. والله الحقيقة كما هو معروف يعني القيادة السياسية هي اللي بترى يعني ما هو مناسب في اتخاذه من في هذا الشأن. والحقيقة كلنا نعلم أن 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 أن, أن السودان والمملكة بينهما تنسيق وتشاور قائم في شتى المجالات، وخاصة هذه قضايا تهم المملكة، والموقف المعلن دائما أنه السودان يدعم المملكة في مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية. ونحن حقيقة كنا دائما نعبر عن هذا الموقف، والمملكة بالمقابل أيضا تدعم الموقف السوداني وتنصر قضاياه في المحافل الإقليمية والدولية. وليس بعيدا أن المملكة لعبت دور كبير جدا في أن تسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأيضا في رفع العقوبات على السودان. وحقيقة كان هناك تنسيق بين القيادة في المملكة وبين الأخوة المسؤولين في القيادة السياسية، وإلى أن توجد هذه المسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبالتالي أنا أرى أنه من مصلحة السودان دائما وأبدا أن يكون دائما موقفه فيه تنسيق وتشاور مع المملكة العربية السعودية، لأنه دائما المملكة بترى أنه السودان دولة مهمة كما ذكرت، ودائما بترى أنه كما ذكر الأخ سنهوري
أي سلام في السودان لابد أن يدعم، وأي استقرار في السودان لازم لابد أن يدعم، لأن ذلك بيشكل استقرار أيضا للمملكة طالما أن هنالك استقرار في السودان. فأنت إذا رأيت أنه إذا لا قدر الله حصل أي عدم استقرار، فهنالك حتكون يعني نفرة كبيرة جدا من اللاجئين يذهبون إلى دول الجوار. ولكن الحمد لله الأحوال مستقرة، وبالتالي الناس بتحسبوا بأنه السودان لازم يدعم، والحمد لله توج السودان باتفاقيات السلام، والمملكة حريصة على هذا الأمر. كما أنت تفضلت قبل قليل بأنه كان هناك زيارة لوزير الدولة الخارجية وتباحث مع المسؤولين في مسائل عديدة، وأنا أعتقد أن يكون هذا من أهم المسائل التي تم الاتفاق حولها. نعم. طيب أستاذ سنهوري، فيما يخص الملف الاقتصادي الآن، إجراءات اقتصادية مختلفة قامت بها الحكومة في السودان، وربما الملف الأبرز هو ما يخص التحويلات البنكية. هناك جالية ضخمة للسودان في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تلعب دور فارق في الفترة الانتقالية من خلال التحويلات البنكية والتحويلات المالية. أيضا هناك استثمارات سعودية إذا وجدت طريقا سهلا يمكن أن تعزز من استقرار السودان على المستوى الاقتصادي. هل هذا الملف يمكن أن يشهد اختراق من خلال هذه الزيارة؟ بالتأكيد، لأنه الآن الحكومة حاولت تسعى لأنها تمنح المغتربين حوافز. تفضل سعادة السفير أن الجالية السودانية في المملكة كبيرة جدا، وبالتالي تحويلاتها مؤثرة، والمعركة الآن الدائرة ما بين الحكومة وتجار العملة هي في المغتربين، في كيف أنه تقدر الآن الحكومة بتقدم سعر صرف عبر البنوك أعلى من سعر السوق الموازي، وبالتالي الآن أصبحت النافذة بتاعت النقد الأجنبي في كل البنوك تشهد يعني صفوف في بيع النقد الأجنبي، وبالتالي ده مؤشر لأنه البنوك أصبحت جاذبة للتحويلات عبرها وللبيع المباشر من بضائع الجمهورة والذين يدخرون بعض النقد الأجنبي محليا، يعني بالإضافة لدور الصرافات أيضا في التحويل. ولكن تحويلات المغتربين يعني محتاجة، لأنه هنالك علاقات يعني قوية وقديمة ما بين تجار العملة وبين المغتربين، وبالتالي صعب جدا اختراقها بس بسعر صرف، وإنما محتاجة لحزمة حوافز أخرى من الحكومة مأمونة. أنا أعتقدوا إنه هو بداية، لكن محتاجين يزيدوا في الحوافز، ومحتاجين أيضا يعني لقاءات، حتى نتوقع إنه الرئيس الوزراء يقابل الجالية ويسمع لنظرتها وجهة نظرها وجهات نظر السفاره هناك على المستوى الثنائي. يعني هل هناك خطوات يمكن ان تتم؟ انا جايه في انه انت تغني عن المغتربين اولا، يبدو تبقى ثاني مساله التحاويل. التحاويل كان حصل فيها اختراق، انه البنك الاهلي جده تقريبا عنده تعاملات مع مراسلين هنا في السودان، وفي تحاويل بتتم كانت لحصائل الصادر ولبعض الاستيراد، كان بتم بتمويلات دفع معزز او دفع بدون تحويل القيمه في اطار العلاقه بين بنك الاهلي جده وبين بعض البنوك المراسمين بين هنا بنك فيصل وبنك الدول الوطني وبعض البنوك الاخرى السودانيه، وبالتالي في علاقه محدوده. حتى في ظل الحصار كان في اختراق في الجانب ده، الان بعد رفع الحظر وبعد استخدام غاز الارهاب اصبح الطريق هو سالك، ولكن محتاج لاراده سياسيه من البلدين في انها تدفعه في يكون كيف يتم. كذلك محتاجة تحويل المغتربين لحوافز حتى يقتنع المغترب في أنه يحول عبر القنوات الرسمية عبر البنوك أو الصرافات. فالآن السعر أصبح مجزي، أنه الآن الصرافات البنوك بتشتري بسعر أعلى من سعر العملة أو السوق الموازي، ولكن ده فقط ما كافي في أنه يزيل علاقة امتدت لسنوات ما بين تجار العملة وما بين المغتربين. محتاجين تاني لحزمة حوافز غير التي أعلنت حتى تحفز هذا الجانب، وايضا محتاجين ل يعني ابتكار مبادرات من المغتربين، وبعد ما سيد رئيس الوزراء يستمع لهم او السفاره ايضا برضه تستمع لهم انه يشوفوا وجهه نظره، لان المغترب برضه بيكون عنده وجهه نظره فيما قدم من حوافز وفي كيف انه يستغل موارده ويعمل مشروعات هنا. الان المغتربين ممكن يستثمروا، ممكن زي ما اعلن يغم لهم بنك، لكن البنك حيقدم شنو للمغترب وحيمول له مشروعات ومشروعات جماعيه ومشروعات فرديه، يعني محتاجين لتنوير في الجانب ده حتقدر تقنعهم بشكل اكبر. وايضا تكون في اراده من الحكومه في انها تنفذ ما وعدت به من حوافز حتى تشجعهم، يعني
الان السعر تنفذ يعني ده شيء كان حافز، لكن حزمه الحوافز الثانيه اعلنت محتاجه لتنفيذ حتى تدفع بالمغتربين لمربع التحرك في اتجاه ايداع مدخراتهم وتحويلها عبر القنوات الرسميه. طيب سيد السفير، يعني نقطه اخرى مهمه فيما يخص الملف الاقتصادي بالنسبه للسودان، دوليا لا زال السودان يعاني من الديون التي تقدر بحوالي 63 مليار دولار. ما الذي يمكن أن تقدمه السعودية؟ هل يمكن أن تقدم مبادرة شبيهة بمبادرة دعم السلام ومؤتمر الذي استضافته الرياض نهاية العام الماضي؟ في الحديث الذي عدنا به الأخ سنهوري بخصوص جذب مدخرات المغتربين وكيفية تسهيل عمليات التحويلات، الحقيقة كانت هذه واحدة من المسائل اللي أرقتنا كثيرا في كيفية إيجاد حلها، لأنه في السابق واجهتنا صعوبات في أنه كيف المغتربين يتم تحويل مدخراتهم إلى السودان، وحاولنا نسعى مع عدد من البنوك، لكن كانت هنالك فكرة وما لا أعلم حتى الآن ما أين وصلت، وهي مثل ما سمحت المملكة لعدد من البنوك أنها تفتح فروع لها في المملكة بالتعاون مع البنوك المحلية، فلو كانت هنالك فرصة لفتح فرع لأحد البنوك الموجودة في السودان أو بنكين، فدي حقيقة حتسهل كثير جدا عملية انسياب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم، وأيضا بالنسبة لرجال الأعمال في مسألة تعزيز الاعتمادات ومسألة تحويل العائد الصادر نعم، بهذه الأجواء الآن هل تتوقع أن ترى إحدى هذه المقترحات النور الآن؟ أنا من تشكيلة الوفد أنا أعتقد أنه دي واحدة من المسائل التي يعني لأنه هنالك أعتقد محافظ بنك السودان ضمن الوفد، وأعتقد أن حيكون هنالك لقاء للجالية وسيتبحث هذه المسائل كيفية تسهيل هذه التحويلات إلى داخل السودان، فأنا أعتقد المملكة في هذه الأجواء لن تتوانى في دعم أي خطوات تيسر للإخوة المغتربين في تحويل مدخراتهم إلى السودان. طيب. وحقيقة هنالك أيضا كانت محاولات عن زي ما ذكر الأخ سنهوري مع بعض البنوك المحلية في تكون قنوات لتسهيل هذه التحويلات. نعم. طيب وضحت الفكرة، عذرا على المقاطعة السيد سفير لضيق الوقت. أخيرا نقطة أخيرة أستاذ سنهوري، ملف الثروة الحيوانية يشهد عقبات يعني واقع الحال الآن، وما الذي يمكن أن يحقق من اختراق من خلال هذه الزيارة؟ أفتكر ملف الثروة الحيوانية ده واضح يعني ما فيه عقبات، وإنما العقبة الأساسية في الوفاء بالاشتراطات الفنية، لأنه المملكة عندها بروتوكول لتصدير الماشية له عشرات السنين، وهناك رجال أعمال لهم علاقات مع موردين سعوديين، والماشية بتمشي بشكل سلس، لكن الوفاء بالاشتراطات ده هو اللي بخلي بعض البواخر ترجع، وبالتالي بعض الناس بينظروا له يعني إنه المملكة ما بتدعمنا وكذا. لا، هو في النهاية لما ترسل الماشية دي بتأثر على صحة إنسان، عشان كده أي زول بيكون حريص على إنه أي دولة بتكون حريصة على أمن وسلامة مواطنها، وبالتالي لابد تطبق الاشتراطات. فما يحصل الآن في الملف الماشية نفتكر هو قائم على الوفاء بالاشتراطات الفنية فقط وليست أكثر من ذلك. وفي الملف الاشتراطات الفنية بعد الحجر المحجري في ميناء بورسودان في ميناء سواكن بيكون فقط المشكلة في النيلون اللي هو النيلون البحري من الميناء لعند ما يصل جدة، فترة بتاخد يوم، يعني اليوم ده مفروض الباخرة اللي بتنقل تكون فيها اشتراطات فنية ثابتة وملتزمين بها في الأكل والشرب للماشية، ما بيحصل لأن السودان الآن ما عنده بواخر، والبواخر بتم استيجارة بيكون ما فيها المواصفات دي، فبتصل الثروة الحيوانية بشكل ما لايق، وببعضها بيكون نفق وبعضها بيكون ما وصف شروه، وبالتالي بترجع البواخر. هل من مقترحات الخروج من هذه الأزمة؟ إحنا محتاجين
يعني تكون في شراكة السودانية السعودية في مسألة النقل حتى المملكة تضمن سلامة وصول الماشية لها بشكل جيد، وأيضا تكون في مصالح يعني في بورسودان تنقل لحوم مذبوحة للمملكة وتصل بمبردات في البواخر دي. كون بعد احنا حققنا براس مال مشترك سوداني سعودي اختراق في ملف الاشتراطات الفنيه ده، ونقدر نزيد صادراتنا وبالتالي تعود الحصائل زي ما الان في مبادره عوده الحصائل عبر الجهاز المصرفي. لكن انا شايف انه الملف الفني ده يعني محتاج لعمل وزاره الثروه الحيوانيه، محتاج لدفع من وزاره الماليه حتى تنشي مصالح داخل السودان هنا وتهيئ البيئه هناك في سواكن، وتوفر المويه وتوفر الاعلاف وتدعم استثمارات زي دي زي ما كان في شركه تجاره الماشيه. اداره التجاره برضه تحيي فكره شركه تجاره الماشيه، ويكون في حل لمشكله النيلون. الدوله تمتلك اسطول من البواخر او تاجر باشتراطات فنيه جيده يعني حتى تضمن للخروج من هذه النقطه. اشكرك جزيلا الاستاذ سنهوري عيسى صحفي على وجودك معنا في هذه الحلقه، شكرا جزيلا لك. كما اشكر ايضا ضيفي عبر الهاتف سيد السفير عبد الحافظ ابراهيم سفير السودان الاسبق بالمملكه العربيه السعوديه، شكرا جزيلا لك. وختاما اشكركم انتم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه من دائره الحدث، تحياتي وفريق العمل، الى اللقاء.